سوق نفاشا بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. من هنا يتواضع سكان المدينة التي تعيش بين ويلات الحرب والظروف المعيشية الصعبة، حيث يعاني السكان من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. تجي الصباح عشان تاخذ حاجه بسعر معين، بعد ساعتين مثلا الساعه 12 تقدر تقول انه منتصف النهار تلقى الاسعار بتقلب. حاجه الصباح لقيتها ب 500 مثلا، النهار تجي يقول لك ب 700 عاد. فالشيء ده سببها كلها يا حاج قفلان الطريق والاوضاع الامنيه الحاصله. تشهد الاسواق شحا في البضائع والسلع وسط ركود كبير في حركه البيع والشراء في المدينه، فيما يشتكي التجار من صعوبة نقل السلع والبضائع بسبب الأوضاع الأمنية وشح الوقود. بداية ما قاعد تدخل كده بصورة مباشرة لأن الشوارع قافلة، بالذات هنا كان مجين البداية من مليد، من دبة إلى مليد وبدخل الفاشر، لكن الآن البداية ما قاعد تدخل لأن شنو البوابات محاصرة، والبداية ما قاعد تدخل لأن شنو البداية بيجي بلف بمشي بأبزريقة وبمشي لهدي خزن جديد، بعد ذاك البداية بجي الفاشر، مرات كده بجي بتدخل الفاشر، فلما يجي يدخل هنا بكون شنو في أسعار مرتفعة. معاناة فوق معاناة يعيشها الأهالي الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب وتوقف رواتب العاملين في الدولة والقطاع الخاص، مع استمرار إغلاق البنوك والمؤسسات التجارية والشركات. السكر ده زي الشوال ب 85 90، الليرة سكر ب 120، الزيت من كم من 30 هسه اللي ب 38 زياده 8000، صابون وصابون اللي ب 50 55 كمان ب 37 36 هسه اللي زايد 8000، وارتفاع مبالغ والله ما صوب من بطل دخل الشوارع، وارتفاعات في الدولار هو عمل ازمه في الاسعار اللي هو السوق ذاته فوق ده نادر، حاجات ما بتلقى دكان ذات اي حاجه 5 6 حاجات، والمواطن اهو هنا المواطن والتجاره الاثنين سوا يعاني من المشاكل دي. وتحذر المنظمات الانسانيه من الحرب المندلعه في الفاشر التي تعرض حياه الاف السكان للخطر.